وخلينا دلوقتي ننتقل لجريدة اليوم السابع ومراسلتنا مريم سميح عشان نشوف آخر الأخبار الرياضية. وفي برضو منشات لفت انتباهي أنا وكريم يا مريم، بيتكلم عن المنشات بيقول مبابي ريال مدريد تفاصيل جديدة بتفسد الصفقة المنتظرة. نعرف منك التفاصيل أكتر. صباح الخير يا مريم. صباح الخير عليك يا دهواند، صباح الخير يا كريم، وبصبح طبعا على كل جماهير ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر جريدة اليوم السابع. طبعا بالتأكيد يا دهواند المنشات اللي انت يعني اتطرقتي له هيكون معانا النهاردة في جولتنا الصحفية، لأنه هو أكثر العناوين إثارة للجدل في هذه الجولة. ولكن خلينا في البداية يعني العنوان الأول من اليوم السابع، أحمد ياسر ريان يسجل في ظهوره الأول مع ألتاي بالدوري التركي. أحرز المهاجم المصري أحمد ياسر ريان أول أهدافه مع فريقه الجديد ألتاي خلال مواجهة فريق ألانيا سبور التي انتهت بفوز ألتاي بأربعة أهداف مقابل هدف، والتي أقيمت مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري التركي للموسم الحالي 2021-2022. وسجل أحمد ياسر ريان هدف ألتاي الرابع في المباراة بالدقيقة 85 بعد مشاركته كبديل بخمس دقائق في أول ظهور للاعب المصري مع الفريق. وجاء هدف ريان من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يستطع يعني طبعا بالتأكيد الحارس من التصدي لها. وبتلك النتيجة تصدر ألتاي الصاعد هذا الموسم الدوري التركي برصيد 6 نقاط من فوزين. وكان ألتاي قد أعلن عن ضم أحمد ياسر ريان مساء الثلاثاء الماضي بعقد لمدة عام على سبيل الإعارة قادما من النادي الأهلي طبعا مع خيار الشراء في نهاية الموسم الحالي. كمان يعني يرتدي ريان قميص رقم 9 مع فريقه الجديد، وذلك بدءا من الموسم المقبل بعد الاستقرار على الحصول على هذا الرقم تزامنا مع دخوله قائمة الفريق لمباريات الموسم الجديد في الدوري التركي الممتاز سوبر ليج. ومن روسيا اليوم، الدوري الألماني، فرايبورغ يلحق الهزيمة الأولى بدورتموند منذ 11 عام. تلقى بروسيا دورتموند خسارة ثانية في مدى 4 أيام إثر سقوطه المفاجئ أمام فرايبورغ بنتيجة 2-1 على أرض الأخير أمس السبت ضمن المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم. والخسارة هي الأولى لدورتموند أمام فرايبورغ ضمن الدوري منذ 11 عام بعد سلسلة فشل فيها الأخير في تحقيق أي يفوز على منافسه في 19 مباراة وتحديدا منذ مايو عام 2010. وجاءت الخسارة لتزيد من معاناة دورتموند بعد أيام قليلة على خسارته في مواجهة كأس السوبر الألماني أمام غريمه التقليدي طبعا بايرن ميونخ بنتيجة 3-1 على أرضه يوم الثلاثاء الماضي. ويعاني دورتموند الحقيقة من أزمة في الدفاع كما أكد تقرير روسيا اليوم، حيث تلقى 7 أهداف في 3 مباريات. ومن موقع الشروق، الرجاء المغربي يتوج بلقب كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب. توج فريق الرجاء المغربي بلقب كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب البطولة العربية مساء أمس السبت عقب فوزه في المباراة النهائية على اتحاد جدة السعودي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 4-4. وتأهل الرجاء للمباراة النهائية بعدما تغلب طبعا الإسماعيلي منذ فترة بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدور قبل النهائي، فيما تأهل الاتحاد بتغلبه على الشباب بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين. وضغط فريق الاتحاد يعني أكيد في مباراة أمس زي ما كلنا شفنا هجوميا منذ بداية اللقاء بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك حسابات الرجاء، وهو ما تحقق بالفعل. ففي الدقيقة 4 سجل طبعا يعني الاتحاد الهدف الأول عندما لعبت ركلة حرة من الناحية اليمنى من خارج منطقة الجزاء ارتقى إليها برونو هنريكي وقابلها بضربة رأس قوية إلى داخل المرمى.
طبعا الخبر الاخير والمنشات اللي انت يعني اتكلمتي عنه يانا هواند وهو من الجمهوريه اونلاين مبابي ريال مدريد، تفاصيل جديده تفسد الصفقه المنتظره. كشفت تقارير اعلاميه ان انتقال مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي الى ريال مدريد الاسباني يبدو امرا غير مرجح على الاقل خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه. وعلى مدار الاسابيع القليله الماضيه زادت التكهنات بشان الصفقه المرتقبه، لا سيما بعد الانتقال الصادم لليونيل ميسي من برشلونة الإسباني إلى فريق العاصمة الفرنسية. لكن العقبة المتوقع أن تفسد صفقة مبابي وريال مدريد وفق محطة طبعا كادينا كوب الإذاعية الإسبانية ستكون هي قيمتها المادية. ورغم أن المصدر لم يكشف عن حجم الصفقة المتوقع، فإن هذا الطرح يتفق مع عدم رغبة النادي الملكي في إنفاق الكثير من الأموال هذا الصيف. ده طبعا بعد أزمة ريال مدريد وأزمة طبعا فيروس كورونا، خاصة أن كل الناس يعني اللي بتتابع ريال مدريد على وجه التحديد عارفين أن في أزمة إدارية وأزمة مادية كمان بسبب فيروس كورونا، طبعا يعني اللي ضربت قطاع الرياضة على مستوى العالم في مقتل. وتحدثت صحف إسبانية وفرنسية عن عدم رغبة النجم الفرنسي صاحب 22 عام في تمديد عقده مع باريس سان جيرمان الذي ينتهي آخر الموسم الجاري. قبل نهاية جولتنا الصحفية حابين نفكر كل مشاهدينا طبعا بمباريات اليوم، خاصة في الدوري الإنجليزي اللي ابتدى في الاشتعال مرة أخرى. النهاردة طبعا هيكون وولفرهامبتون وتوتنهام هوتسبير في تمام الساعة 3 عصرا، كمان ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 3 عصرا، وأرسنال وتشيلسي في تمام الساعة 5:30 مساء. كمان بالنسبة لمباريات الدوري الإسباني هيكون في مباراة لريال سوسيداد ورايو فايوكانو في تمام الساعة 5 مساء، وأتلتيكو مدريد وألتشي في تمام الساعة 7:30 مساء، وأخيرا ليفانتي وريال مدريد في تمام الساعة 10 مساء. دي كانت جولتنا الإخبارية طبعا بالنسبة ل يعني أهم المنشطات الصادرة صباح اليوم الأحد من داخل مقر جريدة اليوم السابع. بشكركم جدا، العودة ليكم مرة أخرى. بشكرك جدا يا مريم، وبنشكر مرة تانية زميلتنا هنا أبو القاسم على هذه التغطية.